عليك يا أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل، كل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. تحقيق التوحيد، المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله. هل تشك في التوحيد؟ الذي يشك في التوحيد كافر كفر أكبر. إذن لماذا لا ندعو للتوحيد؟ الذي لا تشك فيه 1%، هذا لابد تدعو إليه. فتوى لها كبار العلماء، لكن تعلم الناس التوحيد، تدعو الناس إلى التوحيد، تحذر من الشرك، هذا من أوجب الواجبات. إذن أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو للتوحيد.